الثالث من يوليو من عام 2010، الجوهرة ترسو على ميناء كيبي، ورئيس سنغافورة سيلابان رامناثان يحرص أن يكون في مقدمة المستقبلين، فالهدية من السلطان قابوس بن سعيد إلى شعب سنغافورة، وتستحق احتفاء لائقا، ترجمة لمشروع تراثي ثقافي بين عمان وسنغافورة. بعد مضي أكثر من 11 قرنا على غرق أخت لها، ظلت قابعة تحت الماء إلى عام 1998، تنتظر منا أن نقرأ من بقاياها ومن قطع الخزف التي احتفظت بها سطورا تكتب من جديد عن طريق الملاحة التي سلكها العمانيون إلى الصين، وعن طريقة صناعة السفن العربية في تلك الحقب. اقتفت جوهرة مسقط الطريق الذي ورد في كتابات قدام الجغرافيين العرب، فتتبعت نفس خط السير لتتوقف في ميناء كوتشين جنوب الهند، وميناء جال في سريلانكا، وميناء جورج تاون في ماليزيا، وميناء كالانج، وتعبر مضيق ملقا حتى أنزلت مرساتها هنا، حيث كان البحارة يتزودون بالمؤن ويتبادلون البضائع في طريق عودتهم من الصين إلى شبه الجزيرة العربية. أتت الجوهرة لا لتعود، ولكن لتبقى هنا معززة مكرمة شامخة مع أصدقاء عمان في شرق آسيا، ترحب بالزائرين الذين يمكن لهم أيضا أن يتجولوا ويتسوقوا من شارع مسقط التاريخي في كامبونغ. تلك واحدة من مآثر العمانيين أسياد البحار. السلام عليكم.